صباح الخير، انا تجوني بزاف ديال الرسائل وما تنجاوبش لانه والله ما عندي الوقت، مشغوله بالسياحه وكنكتشف واحد بلايص زوينين. انا ملي جيت للجزائر الحمد لله ما لقيت حتى شي مشكل. مع الدخله ديال المطار سولوني ماشي سولوتي، حيدوا لي الدار لانه جاي معايا بزاف هادو تقال الطاقم واحد الطاقم اخر. هادو هما اللي لقيت معاهم مشكل، لقيت تما شي نص ساعة كيعمروا لي في الوراق، حيت قالوا لي خصك ملي تعاود ترجع نفيريفيوهم. هذا هو المشكل اللي لقيت في الاولى في الدخلة، هو ديال جايب الدار بزاف، قالوا جيبوا تجارة، قلت له لا، قالوا لي تنقيدو ملي تكون راجع خصك توريه لينا. قلت له ماشي مشكل، هذه حاجة جاري بها العمل. بالنسبة للزنقة ولا الناس متفتحين، ناس اوبن مايند، ناس محترمين. بعدا واحد الجزائر العاصمه البوليس، فين ما درتي تلقاي البوليس 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 البوليس، يعني كاين الامن الخضر ما تصورش. يعني انسى الموضوع انك تجي الجزائر وتتعرض لك شي حاجه خايبه او تعرض للسرقه. او انا ما بان لي الصراحه، سولت عليهم قلت لهم واش عندكم ناس اللي كيخطفوا التليفون من الودان ولا الساك، قالوا لي لا. والبوليس ها كل مره يوقفوا، ملي كيشكوا في شي طوموبيل شي حاجه كيوقفوا. المهم تبارك الله ما شاء الله عندهم الامن بزاف في جزائر العاصمه. وهران ما باش ليا انه يلا نخرج اليوم. والحاجه الثانيه هي من كبش اللوط، انا قلت لكم جايبه معايا ثلاثه ديال البنات وانا، فانا كنت منزل فيها دو شومبر، وحده ليا انا وفاطمه وحده لجوج ديال البنات. انا ما انا قالوا لي لا، قال لي انت راجل انت تحجز الشومبر بوحدك. وداك الشيء اللي كان يعني ايوا جوج شومبرات ولينا حاجين ثلاثه ديال الشومبر. يعني احنا قالوا لي انت راجل اخويا تحجز الشومبر بوحدك. قلت لي لا ويلي، اه ويلي منين جاتني انا راجل شوف. قال لي لا خويا احنا كنشوفوا الاوراق. قال لي يا عندك انا راجل، انت راجل محسوب راجل، غادي تشد غرفه بوحدك، نهار تكون بنت نحطك مع البنات. صراحه عجبوني بعض اللقطه، عطاوني العصير. المهم ما بغاوش يحزوا ليا، ما بغاوش اكسبتوني انا مع البنت، فقالوا لي خصك عقد زوج. قلت له راهي موظفه معايا. قال لي لا ضروري لانه عندنا ممنوع. فدونك انا اضطريت انني ناخذ الغرفه ديالي بوحدي، والبنات جوج خدوا بوحدهم وحده خدات بوحدها. فالحمد لله الامور مزيانه، كل شيء زوين. صراحه صراحه شوفوا الواقع غير صراحه، والله ديما نقولها ونعاودها، الواقع غير ما عرفتش. المهم مختصر الكلام، جزائر زوينه شي نقول لكم. لا ومن غير عدو حق الله وحق صد ربي، الا مساكن البنات الدراري ما كيخليو ما يديروا عليا. وصاحبي راه ما يمكنش اكثر من الفنانين وجايين كيكبروا بيا، فنانين فلان فلان وفلان وفلان، ما شحال من فنان شي خمسه ولا سته وحق الله العظيم. اباغ هذوك اللي غير كيعيطوا كيطمئن عليه واش خصك شي حاجه ولا، هادو اللي تلاقيتهم ابار هادوك اللي اما البنات والدراري ملي كتلقاو في الزقه صوفي طالوني ارحم بوكا نموت عليك وحق الله مرحبا بك بعدا وحق الله. ملي كنا جايين من الجزائر للوهران، المهم جيت ندير ليسونس، نجي ندير ليسونس واحد نجي نعطيو يقول اه صوفي طالوني مروكيه. قال لي والله ما نتخلص منك. قال لي نحبكم يا ربك. المهم ديك الهضره ديالهم خطيره. قال لي والله ما تخلص منك. راه عاد واحد البوليسي كنا جايين ويقول لي لا فينيت، وانا نقول لي خويا طروفين دو لوكاسيون، ويقول لي بيرمي، وانا نعطيه بيرمي تركي ويقول لي عندك باسبور. قلت لي اه، جيت انا عطيته باسبور يقول لي اقول لي مروكيه مرحبا روحي روحي مرحبا بك خاوة خاوة وحق البوليسي. تخيل ما بقاش كاع سولني على ديك لافينيت، عطيته باسبور مور يقول لي قول لي مروكيه مرحبا بك روح روح مرحبا بك في البلاد وحق الله. زعما ما شاء الله، وحتى في المطار البوليس غزالين كيحبوا المغاربه وداك الشيء. شوفوا انا ما عرفتش انا داك الشيء ديال السياسه والكره والله ما كندخل فيه راسي، هذاك الشيء طلع لي في الراس هنا. انا ملي كنجي للواقع تنشوف شي حاجه غير، شي حاجه غير، ناس غير، تعامل غير. وشحال من وحده كتكتب لي مثلا ولا واحد كيكتب لي في السناب وداك الشيء يقول لي انا مراتي مغربيه، انا راجلي مغربي، لا عمرها دار، مشيت المغرب، مشيت الجزائر، مشيت هادي، مشيت هادي، وكبروا بيا. يعني علاش هاد الشيء ما كتحاولوش تنشروه؟ كتنشروا غير ديك الحاجات الخايبه. والله حتى انتم هاد الشيء ديال السوشيال ميديا انتم اللي كتاثروا على هاد الشيء. بالعكس نشروا الحاجات الزوينه وحاولوا تقربوا الشعوب لبعضها، ماشي تحاولوا تفرقوهم.
الله يهدي ما خلق والله، الله يهدي ما خلق والله. وبالنسبه لبزاف ديال الحوايج كنت كنسمعهم راه ما عندهمش ما عندهمش ما عندهمش، منين جيت لقيت كلشي موجود. الصراحه ما عندنا علاش نكذبوا، ما عندنا علاش نكذبوا، كل شيء موجود الحمد لله. يعني الواحد كيبقى يقول راه ما عندهمش راه ما عندهمش، هادي راه كيشدوا الصف كيشدوا الصف، ما الصف ما الصف، ما عرفتش منين كيجيبوا دوك التصاور ديال الفوتوشوب والتصاور ديال خي تي بي تي، ما عرفتش انا داكشي ديالنا يا ربي تسمح لينا، ما داكشي كاع ما شفتو. انا في الواقع شفت ناس عايشين لا كلاس، ناس بخير، ناس واكلين شاربين ريستورات عامرين، كلشي عامر كلشي عامر كلشي، المحلات ديال الخضر الفواكه عامره، كلشي كاين الحمد لله. ما فهمتش انايا، اجيو تشوفوا بعينيكم وديك الساعه حكموا، ماشي تبقاو تهضروا. ما عرفت اخوتي، وما هو حق الله كيموت على المغرب وحق الله العظيم. واللي نقول ليه انا مغربي وما يمكنش كيفاش كيعاملني، حتى نقول ليه مغربي ما يمكنش، التعامل ديالو تيتقلب 380 درجه ولا 360، كيحاول ما امكن يخدمني ويرضيني ويوريني يعاونني. سبحان الله، واحد التعامل غير انا تلاقي لقيته هنا، ماشي غير انا، بزاف ديال المغاربه هنايا خدامين في المطاعم المغربيه، هنايا خدامين في شحال من حاجه، كيعاودوا غير الخير والاحسان. ما عرفتش انا السوشيال ميديا خرجت عليكم، وهي اللي ديما شي واحد كيجيب شي اخبار ماشي موثوق منه كيحطو كينتشر، كين بارطاج بارطاج، جيبوا الاخبار الصحيحه، جيبوا داكشي موثوق منه، ماشي اللي سمعتوها تصدقوها. ميمكنش، اجيو تزورو باش نزيدكم. البنان كاين، كاين بكثره ورخيص، فواكه كاينه، بطاطا كاينه، الحليب كاين، ما عرفتش. المهم ما عرفتش، خلوني ساكت، انتم كديروا الفتنه، الله يعفو عليكم وحق الله. انا قبل ما تدخلوا تسبوني، انا راه كاع ما مسوق انا يوك، ملي كيسبني شي واحد كنشد التمر ديال الجزائر كناكل التمر، ها باكيه ساليتها وباكيه دابا ندخل فيها. صباح الخير، فقت لقيت الناس دايرين عليا جروب كبير ديال السينيال، كيسمعوا ليا في الكونت ديالي. شوفوا انا نمشي كونت يجي كونت، نمشي كونت يجي كونت، ما يمشيش ليا غير كونت ديال الحساب، ماشي حساب ديال الحسابات ديالي البنكه، حسابات ديالي البنكه هما اللي ما يمشيوش. اما كنت انستغرام قدر نشريه، نمشي كونت نشري واحد اخر، سناب شات لا ميم شوز، اي بلاصه فيها كونت ديال السوشيال ميديا يمشي يشري احسن منه، ولكن الكونت ديال هادو هما اللي ما يمشيش، وهذا ما تقدروش تطيرو. المهم ما علينا، هادشي كامل حيت انا عندي فاكونس، مسؤولة عن نفسي، عبد ضعيف ديال راسي، خاطين السياسة، زر دولة شقيقة مسلمة، نوضو تيديرو عليا السينيال. بالمقابل كاينين ناس وداخل المغرب، داخل دولة إسلامية، حرفوا القرآن واستهزؤوا بالقرآن، مع ذلك الناس مدمعمينو. الياس المالكي اللي عوض ما يقول شي حاجة قال كلمة فيها قلة الحياة وقالها عمدا، واستهزأ بالقرآن الكريم، آيات من سور القرآن الكريم، حتى شي واحد ما دار عليه السينيال، حتى شي واحد ما شدو. كدولة إسلامية خصكم واحد استهزأ بالقرآن الكريم خصو يتم القبض عليه، هادشي اللي كنعرف. ولكن مادام حنايا سب الله تحرف القرآن ما تشدش، ولكن إلا سبيتي رموز الدولة غتشد، شتو؟ فما غاديش ندي عليكم، أنا شخص محايد، ما غاديش نتسوق لكم غير في هادي، بارك عليا. مادام تسب الله، قلت لكم مادام تسب الله وتحرف القرآن وما يطرى لك والو، وتسب رمز من رموز الدولة وتمشي للحبس، عارفوا ما كاينه معنى، يعني الدين قران الله الله غالب، ما نهضرش، خليني ساكته اوكي.